اليوم حنحكي مع بعض من مشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في شهر الكريم في شهر رمضان. أول شيء مثل ما نعرف مشروبات الغازية والطاقة، طبعاً الغازية لا تكون غاية تحتوي على السكر جداً عالي، ونفس الوقت تحتوي على الكافيين والطاقة. ومشروبات الغازية اللي تكون داكنة النوم تحتوي على الكافيين، تحتوي على الفوسفور اللي جداً عالي. مثل ما قلنا قبل الكافيين إذا ريد يقلل امتصاص مال الحليب والكالسيوم بالجسم، السكر يزيد الوزن، الفوسفور اللي موجود بهذه المشروبات شيء يسوي مع الوقت يسوي هشاشة الهضم. أكثر الناس نشوف إنه يأخذون المشروبات الغازية لأنه يعتقدون إنه يهضمون الأكل مع مشروبات غازية. الحقيقة إنه هو الغاز اللي نأخذه إحنا هو اللي نطلعه، يعني ندش فيه، فما ماكو شيء ينهضم، وبالعكس في بعض الأنزيمات بالمعدة تصير أبطأ مع المشروبات الغازية. وطبعا مثل ما ندري الكافيين شيء اللي يسوي، احنا حكينا طبعا من قلة الامتصاص، ولكنه يعطينا الأرق وما يخلينا ننام، خصوصا إذا ناخذه وقت السحور. فنحاول ننتبه على هاي النقطة، هذني المشروبات نقللهم في خلال هذا الشهر، ناخذ من بدالهم الماء أو سوائل أخرى مثل شاي أخضر، شاي أبيض، شاي أسود اللي يكون خفيف اللون. هذا الشيء جدا جدا مهم، السوائل، ولكنه بدون هذني المشروبات. اليوم رح نشوف مع بعض أهمية الرياضة في شهر الكريم في شهر رمضان.